هنشرح من خلال هذا الفيديو أمر بولي لاين في برنامج الأوتوكاد، وهنتعلم من خلال أمر بولي لاين في برنامج الأوتوكاد كيفية رسم الخطوط المتصلة بطريقة صحيحة، وهنتعلم أربع مميزات في هذا الأمر، كل ذلك من خلال هذا الفيديو. أول نقطة هنتكلم عنها وهي كيفية الوصول إلى أمر بولي لاين. في الشريط العلوي في برنامج الأوتوكاد من تاب هوم هلاقي أمر بولي لاين أو أيقونة أمر بولي لاين. علشان أبتدي أفعل الأمر هضغط على أمر بولي لاين وأبتدي أقول له كليك وأسحب وأقول له كليك آخر. كده أنا رسمت خط في برنامج الأوتوكاد عن طريق أمر بولي لاين. عايز أنتهي من الأمر هقول له اسكيب. كده انا قدرت ارسم خط عادي جدا عن طريق امر بولي لاين جميل جدا. هعمل اسكيب هفعل الامر مرة اخرى. طب ايه الفرق يا باشمهندس بينه وبين اللاين؟ هقول لك كمان شوية. عايز ابتدي ارسم مجموعة خطوط اخرى، هبتدي اضغط كليك واسحب واضغط كليك واسحب واضغط كليك واسحب وهكذا شوية خطوط عشوائية واقول له اسكيب. لاحظ ان انا لو اخترت اي خط من اللي انا رسمتهم هلاقي ان الخطوط دي كلها متصلة ببعضها، وهو ده الفرق اللي بينه وبين امر لاين او احد الفروق اللي بينه وبين امر بولي لاين. وكمان اقدر اتحكم في كل هذه الخطوط بعد ما ارسمها، بمعنى هلاقي ان الامر او الخطوط عبارة عن مجموعة بوينت، اقدر عن طريق هذه البوينت مثلا ان انا اكبر الخط شوية او اسحب شوية كده اميل الخط وهكذا. طيب لو رسمنا شوية خطوط بامر لاين عشان نعرف الفرق، بس لو اخترت خط منهم هلاقي ان انا بختار الخط فقط لا غير. عشان اختار مجموعة الخطوط كلها لازم اختار الخطوط كلها مرة واحدة، عكس امر بولي لاين لو اخترت هذا الجزء هلاقي ان الخطوط كلها متصلة ببعضها. ده اول ميزة في امر بولي لاين. طيب الميزة التانية وهي لو فعلت الامر اقدر ارسم كيرفات. ازاي يا باشمهندس؟ هقول له ايه انتر وابتدي اضغط كليك 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 وهكذا. طول ما انا شغال اقدر ارسم كيرفات. عايز ارجع ارسم خطوط مستقيمة مرة اخرى اقول له الانتر، هرجع لرسم الخطوط المستقيمة مرة اخرى. هقول له سكيب، هلاقي ان انا انتهيت من الامر. برضو نفس الكلام لو اخترت اي جزء فيهم هلاقي ان انا بختار خط كلها مرة واحدة، ولو ممكن اتحكم كمان فيهم زي الخطوط المستقيمة بالظبط. يبقى ده تاني ميزة في امر بولي لاين. الميزة التالتة ان انا اقدر ارسم شكل كده مغلق. عشان اغلق الشكل ده هقول له سي انتر، كده الشكل قفل معايا. لو اخترت اي خط هلاقي ان الشكل كله مغلق مره واحده. اقدر عن طريق امر بولي لاين ان انا احسب مساحه اي شكل. هقول له هختار الشكل اللي رسمه بامر بولي لاين واقول له كليك يمين وروبرتز، هنزل في الاسفل هلاقي الاريا بتاعه الشكل ده محسوبه معايا، وكمان اطوال الخطوط محسوبه معايا. لو قلت له سكيب من السلكت واخترت الخطوط المنفصلة دي او المتصلة بس مش مغلقة، هلاقي برضو ان البرنامج بيحسب لي اللينس بتاعه. اخر ميزة في امر بولي لاين في برنامج الاوتوكاد ان انا لو قلت له او اوفست بوينت مثلا 25 مثلا او اي قيمة يعني، وجيت عملت اوفست من الشكل ده وقربت كده، هلاقي ان كل الخطوط بتاعتي اتعمل لها اوفست. لو اخترت هذا الخط هلاقي ان في كل الخطوط بتاعتي اتعمل لها اوفست مرة واحدة، عكس امر لاين ان انا لو عندي شكل رسمه بامر لاين بهذه الطريقة علشان اعمل اوفست من الشكل ده لازم هعمل خط خط هعمل خط خط. هقول له مثلا او اوفست بهذه الطريقه، هعمل من ده اختار ده واعمل اوفست، اختار ده واعمل اوفست.
هلاقي ان الخطوط دي هتحتاج تتنضف عكس امر بولي لاين، وهكذا باقي الخطوط ما تعملهاش. هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، يا رب تفهموا الامر ده كويس لان هتحتاجوه كتير في شغلكم. اشكركم، نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.